تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23، حيث توفر في إطار المبادرة ملابس العيد في المحال والسلاسل التجارية والشوادر المشاركة في المبادرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد. مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد وزيادة الإقبال على شراء ملابس العيد، حرصت وزارة الداخلية ومن خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية على توفير هذه الاحتياجات بتخفيضات كبيرة من خلال التوسع في مشاركة السلاسل التجارية المتخصصة في هذا المجال في المبادرة وبملابس ذات جودة عالية. احنا الحمد لله مشاركين للسنة الرابعة على التوالي في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا خصومات بتبدأ من 70% على كل أصناف الشتوي وعلى البدلة وعلى الجاكيت قطعة وقطعة. المبادرة دي بتتيح للناس إنها تشوف نسبة خصومات أعلى شوية بحيث إنها تبقى عندها قدرة على الشراء السنة دي. عندنا أكتر من عرض موجود في جميع الفروع، في تخفيضات قوية جدا موجودة، وسعداء إن إحنا بنشارك في المبادرة دي. وفر في المعروض من كافة أنواع الملابس وبتخفيضات كبيرة في السلاسل المشاركة في المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإدخال الفرحة والبهجة على الأسر المصرية مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك. مبادرة كويسة جدا، ممتازة، الأسعار حلوة جدا والخصومات حلوة جدا جدا، خصومات يعني في بداية الموسم، فطبعا دي حاجة حلوة قوي. طبعا دخلة العيد إن أنت تعمل مبادرة زي كده ده طبعا يفرق معانا كتير جدا كفلوس يعني وكخصومات. لو اي حد عايز يشتري لبس عيد يشتري اي حاجه، الامور كلها متوفره وخامات جميله وحاجات كويسه جدا والاسعار في المعقول ويمكن اقل من المعقول كمان. يعني كل حاجه رخيصه بصراحه، وبشكر سياده الرئيس ووزاره الداخليه، وما كنتش اتوقع ان في يعني اسعار زي الاسعار دي كويسه جدا. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه، شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد. اضافه الى السلاسل والمحال التجاريه المشاركه في المبادره، حرصت وزاره الداخليه على اضافه ملابس العيد الى المعروضات في الشوادر المشاركه في المبادره لاتاحتها للمواطنين المترددين عليها بتخفيضات كبيره من منطلق المسؤولية المجتمعية للوزارة، والتي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في كل المناسبات. زيادة كبيرة بتضيفها مبادرة كلنا واحد كل فترة، فكانت الملابس من الأول اهتمامات المبادرة أنها توفرها في جميع فروع السلاسل المشاركة في المبادرة وجميع الخيام الموجودة لمبادرة كلنا واحد. الأسعار هنا جميلة، فجبت حاجات كتيرة لأولادي وولاد ولادي. أول مرة أشتري لبس من هنا لقيته رخيص جدا عن بره خالص. الأسعار هنا كويسة وفي تخفيضات حلوة. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي. كافة السلاسل والمحال التجارية والمنافذ المشاركة في مبادرة كلنا واحد موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها وتلبية كافة احتياجاتهم للاستمتاع بفرحة وبهجة العيد. تتجدد مبادرة كلنا واحد وتتواصل فعالياتها في مرحلتها 23، حيث تعمل وزارة الداخلية ومن خلال هذه المرحلة ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك على توفير احتياجات المواطنين من مختلف أنواع الملابس بتخفيضات كبيرة في السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.